بالنسبة ل تحدثت عن أحد النواب ماذا قال عن لا لا الأغلبية ليست مريضة بل هي في أعلى درجات الصحة والمناعة والقوة، وهذا الشاهد عليه الأداء والإنجازات سواء كانت في المجال الاقتصادي في هذه الظرفية العصيبة أو في مجال الأمني في الظرفية الإقليمية الدولية العصيبة أمنيا، أو في المجال البنى التحتية أو المشاريع الكبرى أو الحريات العامة أو حقوق الإنسان وغيرها من المجالات، وأنتم تشاهدون أو في الدبلوماسية الدولية وأنتم تشهدون على ذلك والكل يشهد بذلك. فالأغلبية في أعلى درجات الصحة وهي ملتفة حول برنامج رئيس الجمهورية، ولديها حكومة قوية ومنسجمة وتطبق البرنامج بتوجيهات ومتابعة من رئيس الجمهورية. قد يكون في الأغلبية مرضى يعد على الأصابع ويريدون وقد يريدوا أن يمرضون أو يصفون الأغلبية بأنها مريضة، لكن طبعا هيهات لهم ذلك. الأغلبية يعني عوامل القوة والمناعة والأداء المتميز تصرخ في وجه من يريد أن يصف الأغلبية بأنها مريضة، فهي صحيحة وفي أعلى درجات الصحة.